ميسي ورونالدو ومن بعد فراغ، ما عادش فما الملاعبيه اللي بالنسبه لي انا فما ملاعبيه ممتازين جدا في الوقت الحالي، فما زوز ملاعبيه كبار رونالدو وميسي والباقي ممتازين جدا، فما تضخيم للبوق الاعلامي منهم نحن كمعلقين طبعا قاعد نعلق على هذه الكره، كل واحد يبيع في سلعته، كل واحد يروج في سلعته، الصحف تروج لهذه الاسماء، الان شركات تسويق تعطي ستار نيمار، وينو نيمار هذا؟ وينو نيمار هذا؟ هذا طلع نمر صغير. نيمار ما يعمل شيء بالفعل، الإعلام البوق الإعلامي ينفخ فيه، نيمار هذا في جيل الثمانينات والسبعينيات يبقى في المدرج يصفق على الشباب البرازيل ما يقدرش يلعب معاهم، فبالتالي الكورة تخدمها ظروف. هنا ممكن نرجع نشاط الرؤوف في الزاوية هذه، أنه الكورة فيها ظروف، ظروف الآن الملاعب الآن مدلل برشا يضرب في مئات المليارات، شركات إعلان بكام يلعب لأنه ممكن قيمته الكروية تراجعت بحكم السن، لكن قيمة تسويقية عالية جدا. الكرة تبدلت، ما عادش الكرة اللي شفناها نحن مثلا أو تبعناها في السبعينات والثمانينات، لذلك نقول فما ميسي فما رونالدو وفما بعد الفراغ بين قوسين، فماش ملعبيك اللي تمنى العين، وفما ملعبية معظمهم كابتن عبد الجواد أنت توا معناه فني، ملعبية الساندويتش السريع همبرجر فيسع بسرعه ما تقعدش المراه تطبخ في البيت، يعني يلعب لك موسم موسمين مثل رونالدينو، عمل سنتين من على تيراز ومن بعد رونالدينو رجع يلعب في البرازيل غير مأسوف عليه.